السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أصدرت مديرية المرور العامة اليوم الجمعة توجيها عاجلا لأصحاب دراجات التوك توك لغرض تسجيلها وعدم تعرضها للحجز، وفيما أكدت أن كلفة التسجيل تبلغ 480 ألف دينار حددت مناطق حركتها. وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي في تصريح أن دراجة التوك توك جلبت إلى العراق من دون موافقة مديرية المرور العامة ودخلت البلد وأصبحت واقع حال، مبين أن مديرية المرور العامة حددت حركتها في بعض المناطق فقط وتحديدا المناطق الشعبية. وأضاف أنه بالمقابل منعنا بموجب بيان رسمي حركة التوك توك في الطرق العامة والسريعة والدولية وسريع القناة، ولكن البعض يتخذ من التوجيه اسلوب الممنوع مرغوب. دعا مدير المرور العام اصحاب تلك العجلات الى الاسراع في تسجيلها في موقع الحسينيه لضمان عدم تعرضها الى الحجز، مؤكدا ان كلفه التسجيل تبلغ 480 الف دينار. يوميا يتم تغريم ما معدله 300 الى 400 دراجه بسبب عدم تسجيلها.